بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. هذه المحمية على الصباح، ندخل داخل نشوف الأخبار على سريع. شوي لي فترة ما نزلت مقاطع، كان عندي شوية أشغال. بسم الله دخلنا. طبعا حطيت لهم بيض، هذه بيضة مسلوقة، هذا الحب، طبعا دخن مع مخلط مع شوية أكل كناري. عندي أكل كناري حطيت لهم على أساس يستفيدوا منه. من في واحد يقول لي في خلطة أكل الزبرة مع حاط فيه أكل كناري، قلنا نجرب. طيب احط حب للزوج هذا وراح اكلمكم ليش انا عزلته. احط لهم حب وارجع لكم. رجعنا لكم، حطيت لهم حب. طبعا عندهم فرخين. امس انا سويت شورت فيديو للفروخ، ما شاء الله حلوين جدا. طبعا انا جبت هذه المشجرة، ما شاء الله عليها صحتها يعني كويسة، محافظة على وضعها، كان فيها تنفسية شيء بسيط، بس يعني مستوى الصحة ثابت، تنزل تاكل وتاكل بشراهة ما دام تاكل امورها طيبة. يمكن شوي مع البرد تتحسن بإذن الله. بحاول اني احط لهم ثوم وليمون بموية الشرب ونشوف مدى تأثيرها إن شاء الله. طبعا من جبتها هالزوجة الفحل كان متعب صراحة، يطاردها وبقوة. عندي الزوج هذاك، والفحل هذاك طبعا جديد يمكن له الشهر من يوم جبته أو قريب الشهر. نفس الشيء تعبنا هالفحل وياه هالفحل، فعزلت الزوج هذا بفروخه. كان عشهم هنا فوق المنطقة هذه على العودين هذه، فنزلت العش داخل القفص هذا وعلقته في المحل، وكان باقي أول لا بداية تفقيس الفروخ أول يومين التفقيس. الحمد لله حضنوا عليهم وكبروهم، ما في أي مشكلة. راح أخليه هنا ونشوف هاليومين أن الأنثى اللي هنا مع الفحل اللي هناك بدأوا على وشك تزاوج، صاروا يجون جنب بعض، صار يناديها بالعش تجيه، ما قد صار أي تزاوج إلى الآن، لكن الأمور تبشر بالخير. هذه من شان ليش القفص هذا هنا موجود. طبعا عندنا السوبر جامبو بيض، صارت الأنثى تكون موجودة، الذكر مختفي. إذا الذكر موجود الأنثى مختفية، معناتها بيضوا. وين بيضوا؟ بيضوا هنا. هذا عشهم سابقا، طلعوا لنا ثلاثة فروخ حلوين ما شاء الله العظيم. بهالعش في 5 فروخ، وبهالعش في 6 فروخ، وهنا 3 فروخ. هذه الأزوج اللي موجودة عندي القديمة، خليت منهم 4 واضفت عليهم هذا من انتاج السنة. هذا واخته. وين اخته اللي بالنص البيضة اللي على اليسار، هذه اخته، هذا هو، هذه اخته اللي مقابلته، البيضة اللي مقابلته اللي جنبه الان،
هذا الزوج يلف عشة الآن هنا أمورهم تمام. فصار عندي جوز جوزين ثلاثة أربعة أجوز قديمة وجوز الخامس جديد، واحتمال أبيع هذا، هذا اللي هنا أبيعه وأخلي الأنثى، وهنا أخلي الأنثى، راح أبيع الفحل وأحط معاهم الذكرين اللي شفتهم الأورنجيات اثنين، أدخلهم على الأناثي، هذه أنثى هذه والثانية خلنا نشوف إن كانت برا، هذه اللي تأكل على البيض، هذا الاثنتين الأناثي راح أخليهم وأبيع الذكور ويا الفروخ، هذا الاثنتين راح أخليهم مع الأورنجيات الذكور اللي عرضت لكم في الفيديو سابقا. هذا جديدنا في المحمية، إن شاء الله الأمور تمام. الزوج هذاك إن شاء الله على وشك بإذن الله على وشك التزاوج، إذا تزاوجوا احتمال أطلع الزوج هذا أطلع برا. أتمنى اللي يتابع الفيديو أنه يشترك بالقناة إذا ما هو مشترك، والمشترك يحط لنا لايك وينشر الفيديو في الجروبات عنده، أن وصلنا ل500 ومحتاجين فزعتكم نكمل 1000، والشكر للجميع وفي أمان الله.